بهلأ مساء الخير. مساء الخير. بالميرنينج للسوشيال ميديا هالاسبوع رح نبلش بالفقره الجديده اللي انزادت على نشره الاخبار بالجديد، اللي هي المؤخره. انزادت مؤخرا هذه الفقره، وكمان بتاخذ طابع انتقادي للمواضيع السياسيه والاجتماعيه، وبيتقلد فيها مقدم هذه الفقره المقدم الامريكاني جون ستيوارت. لنعرف اكثر عن شو عم بحكي خلينا نشوف الفيديو. الحلقة رح نفند خطاب السيد حسن نصر الله. لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، بدك تطيب صح. السيد حسن فوق راسنا كلنا. شو بيحكي عن السيد حسن؟ انت واحد عميل. Where Israel? What? Israel isn't supposed to defend itself? Oh yeah, if Mexico bombed Texas, will we exercise free trade? Put held to the same standard as Israel that want to destroy our terrorism? 4,000 years later, it was the only democracy in the Middle East, you self-hating Jew? يعني هون رامي الأمين ما عم بيتقلد فكرة الانتقاد، بس عم بيتقلد طريقة الانتقاد، كيف بيبين أشخاص وكيف ما عم بيخلوه لمقدم البرامج ينتقد مواضيع حساسة. تاني برنامج رح نحكي عنه لهذا الأسبوع هو مين بيعرف على الام تي في. انعرضت أول حلقة نهار الأربعاء للإعلامية نادية بساط، والبرنامج إجا بوقت كانت الشاشة بحاجة لبرامج تسقيفية وترفيهية بنفس الوقت. أعطيني لهجة أكثر، بدي لهجة، أعطيني، بدي أحسك زحلاوي 100%. هيك اللهجة الزحلاوية عم بحكي. طب زيد يعني استعمل كلمات، شوف كيف هو عم يحكي، قلك شي جملة. زيد. اوكي. بنفس الوقت كان البرامج حصل على معظم ردود الفعل الإيجابية، وشفنا كمان الصحفية اللي كانوا بهذا الأسبوع عم بيتفاعلوا بطريقة ما بنشوفها فيهم قبل، وكمان حصل على ردود فعل سلبية قليلة كتير، كيف أنه كان في شوشرة بالبرنامج وكانت الطاسة ضايعة مثل ما بيقولوا، وكان في كتير حركة على السات. ثالث برنامج مبروك لنادي على فكرة، مبروك، حلو البرنامج. ثالث برنامج رح نحكي عنه لهذا مرق بهذا الأسبوع هو The Voice Kids، والمعروف أنه سرق هذه الحلقة هو الطفل أحمد السيسي اللي عمره 7 سنوات بس. الفيديو البرفورمانس تبعه انحط على يوتيوب وحصل على أكثر من 10 ملايين فيوز، وشفنا كثير في تفاعل إيجابي معه للصبي والنقد إيجابي، ومش بس نقد، مش بس أخذت موهبته الردود فعل إيجابية، كمان طيبته وكيف دخل عقلوب كل المشاهدين أخذت ردود فعل كثير إيجابية، وكثير حصل على دعم على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا. هلا هو